عامر أبو سرحان قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، ثم أبعد إلى غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى، 163 أسيرا مبعدا يأملون في بدء حياة جديدة في القطاع بعد سنوات الشقاء الطويلة. لسنا يعني كما وصفنا الاحتلال أننا عشاق موت، نحن نحب الحياة ولي طموحات أن أتزوج، أن أنجب الأطفال، أن أكمل دراساتي، أن أتعلم، أن كثير كثير هي المشاريع لا أستطيع حصرها الآن. أنا عزابي، فإن شاء الله ناوي على الزواج، وربنا هيك بعث لنا بنت الحلال إن شاء الله. المشروع الثاني اللي هو أننا نستكمل التعليم إن شاء الله، في نفس الوقت اللي نبحث عن وظيفة من أجل أن يعني يسير في الحياة والتقدم إن شاء الله. الطموحات الكبيرة والمستقبل المشرق الذي ينتظره من أبعد إلى قطاع غزة ما زال جله في طور التخطيط، والقليل بدأ يرى النور. عطاءات مجانية أيضا، منح دراسية بالكامل لمن أراد أن يكمل دراسته، وكذلك الحال وزارة المواصلات قدمت لهم ورخص مجانية أيضا، كذلك هناك التأمين الصحي المجاني. نحن في طور إعداد مشروع متكامل لتزويج العزاب منهم، ونفاجأ بأن أحد المواطنين المحسنين يتبرع ب120 دونم لننشئ لهم قرية للمحررين. بينما تتواصل الاحتفالات لتكريم المحررين، لا يعد ما قدم من قبل الحكومة المقالة التي تقوده حماس والرئاسة الفلسطينية بعض المساعدات النقدية فقط، لكنها في مجملها لا ترقى إلى حد التضحيات التي قدمت. حتى هذه اللحظة لم يقدم له المطلوب، ما قدم له هو أمر مهم وفي غاية الأهمية، لكن هي خدمات أولية من وجهة نظري. هم بحاجة إلى الكثير 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 حتى بالفعل أن يستقروا في قطاع غزة. أعتقد أن أهل غزة وشعب غزة يرحب بهؤلاء، وبدأ هذا الترحيب من خلال استقبالهم لهؤلاء، ولكن هذا وحده أيضا غير كافي. هؤلاء بحاجة إلى خدمات كثيرة مرة أخرى حتى يستقروا، وحتى بالفعل يستطيعوا يعني مواصلة حياتهم مع أهلهم ومع ذويهم. المحررون أمالهم كبيرة في مستقبل يبدو أن واقع غزة الصعب لن يجعله سهلا. المبعدون إلى غزة من الأسرى المحررين فرحة كبيرة بالحرية، ومستقبل يحتاج إلى جهود رسمية وأهلية لتوفير احتياجاتهم الحياتية من أجل دمجهم في المجتمع من جديد بعد سنوات طويلة قضوها في غياهب السجون. محمد الأسطى، تلفزيون القدس، غزة. القدس.com.